السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في شرح وحل يونت 11 الوحدة 11 الدرس الأول والثاني من كتاب بيت باي بيت ترم تاني 2024. Let's get started. يونت 11 الوحدة 11 Vacations. Vacations يعني العطلات الأجازات. هنبدأ من page 170 صفحة 170 lesson 1 الدرس الأول a world trip رحلة عالمية. نقرأ مع بعض الفوكابيولري المفردات: فندق hotel hotel hotel، حقيبة سفر suitcase، حمام سباحة swimming pool، ناطحة سحاب High rise building. ملاهي سيمبورغ. التي والاتش هنا زي صوت حرف ايه الساكن. اوكي طب سيمبورغ. تذكرة تاكت. شاطئ بيتش. كاميرا. مدينة سيتي. لو سمعتها سيتي صح تماما مفيش مشكلة. طيب مدينة سيتي. متحف ميوزيوم. مطار ايربورت. نظارة شمس sunglasses. سائح tourist. جواز سفر passport. Other words كلمات أخرى لحسن الحظ luckily. سنغافورة سنغابور. وسنغافورة دي يا أولاد بلد في جنوب شرق آسيا قريبة على أندونيسيا وماليزيا اسمها سنغافورة سنغابور. رحلة طويلة flight. الجول اتش سايلنت flight. أجازة أو عطلة vacation T-I-O-N تدينا السانشن vacation. آثار القدم food brands. ابنة daughter جي وال اتش سايلنت اكتبهم بس مش انطقهم. ابنة daughter. زوج husband. منطقة حدائق gardens. بصوت عالي allowed. درجة الحرارة degree. منظر view. جزيرة island. الاس هنا silent اكتبها مش انطقها. جزيرة island. ابن sun منطقة زي كلمة شمس كده. ابن sun. طابق او دور في مبنى floor. فانيليا اللي ماما بتحطها بقى على الرز بلبن والحاجات الحلوة اسمها ايه؟ فانيليا فانيلا. important phrases عبارات مهمة في page 171 رحلة عمل a business trip رحلة او نصها بالقارب a boat trip من جميع انحاء العالم from all around the world في منتصف in the middle of بجوار الخليج by the bay مكان مميز جدا a really special place adjective صفات رائع wonderful أو lovely مريح comfortable مش بنطق الار comfortable مزدحم busy ضخم huge. conjugation of verbs تصريف الأفعال يصل arrived يزور visited يستريح relax يحزم حقائب back حزم الحقائب يعني عبى حقائب السفر عشان يمشي يعني ويسافر bagged back bagged
يقضي وقت spend قضى وقت spend 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 يطير أو يسافر جوا fly طار flew fly flew يلتقط صور take photos التقط صور took photos take photos ودي took photos يغادر leave غادر left leave left ينام sleep slept نام sleep slept. بعد كده في عندنا تيب سكريبت نص استماع يعني عنوانه أين العم هاني والخالة نادية الآن. طيب العم هاني والخالة نادية راحوا يتفسحوا فهنشوف راحوا فين. يقولك Where are Uncle هاني and Aunt Nadia now? Today اليوم mom received ماما تسلمت an email رسالة بريد إلكتروني from her sister من أختها نادية and her husband وزوجها هاني. They are on a business trip هم في رحلة عمل traveling around the world يعني هيلفوا حول العالم. Nadia and Hani were in India كانوا في الهند last week الأسبوع الماضي and this week والأسبوع ده they are in Singapore هم في سنغافورة. Mom is reading the email ماما بتقرأ الإيميل aloud بصوت عالي to her daughter لبنتها رانا and her son Ali وابنها علي. طب هنا بقى جايب لك صورة لسنغافورة سيتي مدينة سنغافورة. تعالوا نقرأ الرسالة to samia@mail.com ده عنوان بقى مامة الأولاد. subject الموضوع my trip رحلتي أختها بعد سافرت في رحلة عمل تجارية مع زوجها وبعتلها بقى إيميل بالتفاصيل وراحوا فين وجم منين. okay. طيب hello أهلا هي بتقولها dear samia عزيزتي samia hello أهلا to you all ليكم جميعا from Singapore من سنغافورة. It's hot here يعني الجو هنا حر about 36 degrees حوالي 36 درجة. luckily يعني لحسن الحظ we have got a lovely hotel ان احنا موجودين في فندق جميل روم غرفة فندقية جميلة. we are on the 42nd floor احنا في الطابق ال 42 في الفندق. the view is beautiful المنظر الطبيعي جميل and we can see وبنستطيع ان احنا نرى the beach الشاطئ. There is a huge swimming pool في حمام سباحة ضخم on the roof على السطح of the hotel بتاع الفندق. Can you believe it تصدقوا الكلام دوت. The flight from India in الرحلة من الهند توك استغرقت الرحلة الجوية about 6 hours حوالي 6 ساعات but it was comfortable لكن كانت مريحة. الرحلة من الهند لسنغافورة استغرقت كام 6 ساعات بس كانت مريحة and we both slept واحنا اتنين نمنا. It didn't take long to get through the airport when we arrived. We got our suitcases straight away. يعني بيقول لك ما وصلنا بقى ما استغرقتش الرحلة في المطار كتير. خلصنا على طول استلمنا الحقائب بتاعتنا ورحنا على طول على الفندق يعني. سنغافورة is a wonderful city مدينة رائعة. There are lots of high-rise buildings في كثير من المباني العالية but there are also لكن برضك هناك many parks في حدائق كتيرة عامة gardens ومناطق بها حدائق واسعة and trees وأشجار to sit بنجلس under تحتها and relax ونسترخي. the gardens الحدائق by اللي هي المفتوحة يعني by the bay في حدائق هناك اسمها في خليج باي يعني is a really في مجموعة حدائق موجودة عند خليج باي. طيب is a really a special place هي حقا يعني مكان مميز where there are flowers حيث يوجد زهور and plants ونباتات from all around the world من حول العالم. we spent a lot of time there قضينا وقت كبير قوي هناك. you really forget that you are in the middle of a busy city يعني انت بجد بتنسى ان انت في وسط مدينة مزدحمة لما تقعد في الحدائق دي. yesterday بالأمس we went on a boat trip ذهبنا برحلة بالقارب with some other tourists مع بعض السياح الآخرين to an island لجزيرة. there is a theme park كان فيها حديقة ملاهي. it was so much fun كانت حاجة ممتعة جدا. after that بعد كده we visited the museum زرنا المتحف of ice cream متحف المثلجات أو متحف الآيس كريم. I had the queen bee ice cream أنا أكلت آيس كريم اسمه ملكة النحل which is vanilla and honey كان مصنوع من الفانيليا والعسل with chocolate ومعهم شوكولاتة. it was great كان رائع. I hope you all will أتمنى أن أنتوا كلكم تكونوا بصحة جيدة
We will fly to Japan. احنا هنسافر اليابان tomorrow غدا. And I'll send you another email. وهبعت لكم email تاني when we arrived لما نوصل. Now الآن I have to find our tickets. الوقت انا هدور على التذاكر بتاعتنا and the passports وجوازات السفر and back our suitcases again. وهعيد حقائب السفر بتاعتنا مرة تانية. بعد كده ماضية بقى love المحبة ليكي وماضية لأختها اسمها بقى في الآخر نادية. في الصفحة اللي قدامها 173 صفحة 173 هنحط علامة صح يعني قدام الأماكن اللي زارتها العم الخالة نادية والعم هاني في سنغافورة. في سنغافورة طيب هم راحوا سويمنج بول, راحوا حمام سباحة راحوا ان ايربورت مطار طبعا رايحين وجايين منه السيم بارك راحوا ملاهي راحوا ملاهي. طب ان ايس كريم ميوزيوم راحوا متحف المثلجات ايوه. طب راحوا ازو حديقة حيوان لا ما جابوش سيرة زو خالص. طب راحوا ابارك حديقة عامة يس ترو صح راحوا حديقة عامة. طب هنا عندنا هنحدد بقى الجمل الصح والجمل الخطأ. نادية and هاني, نادية وهاني are staying at a friend's house. كانوا نادية يعني الخالة نادية دي والعم هاني كانوا قاعدين في منزل صديق بتاعهم يعني صديقهم. لا هما كانوا قاعدين في هوتيل في فندق يبقى الجملة دي false خطأ. طب زي فلو فروم كايرو هم طاروا من القاهرة ركبوا الطيارة من القاهرة لا من الهند من انديا يبقى false برضو خطأ. زي صوت the gardens by the bay was lovely هما يعني اعتقدوا ان الحدائق بتاعة الخليج دي باي رائعة كانت رائعة وجميلة كانت lovely حلوة جميلة جدا. طب yesterday بالامس زي went to a museum امبارح هم راحوا متحف true صحيح. هنا هنكتب تحت كل صورة اسمها جايب لك هوتيل فندق باسبورت جواز سفر swimming pool حمام سباحة سوت كيس حقيبة سفر تيكت تذكرة وتورست سائح. اول حاجه دي التيكت تذكره بعد كده دي حقيبه سفر سوت كيس فندق هوتيل ده سائح تورست ده جواز سفر باسبورت وده حمام سباحه سويمنج بول. swimming pool حمام سباحة. طيب هنا بقى قدامنا بيقول لك things you take on vacation الأشياء اللي بتاخدها معاك في أجازة ودي places الأماكن you go on vacation الأماكن اللي بتذهب إليها في أجازة ومديني أسماء بعض الأشياء هنا أو بعض الأماكن والحاجات اللي ممكن أخدها معايا في السفر وأنا ترجمتهم لكم فوقيها بالعربي بالعربي. نكتب بقى الحاجات اللي أنت بتاخدها وأنت رايح في أجازة ممكن تاخد إيه؟ تاخد السوت كيس الحقيبة بتاعت السفر ممكن تاخد كاميرا احنا يعني بنختار من فوق وبنكتب بنمشي اوكي. بعد كده ممكن كمان تاخد سان جلاسز نظاره ممكن تاخد طبعا واكيد التذكره تكت. طيب الاماكن اللي بتذهب اليها في اجازه البيتش الشاطئ ممكن كمان تروح الهوتيل الفندق وممكن تروح ميوزيوم متحف ميوزيوم متحف وممكن تروح للسويمنج بول حمام السباحة سويمنج بول حمام سباحة ممكن كمان تروح السيم بارك اللي هي الملاهي تيدي اوكي. بس احنا كتبنا كل حاجة تقريبا في بيج 174 عندنا activities انشطة وتدريبات على lesson 1 على الدرس الاول. اول سؤال في الامتحان بيبقى listening استماع listen and circle the correct answer استمع وضع دائرة حول الاجابة الصحيحة نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الاسئلة. I am أسامة I went to Dubai last month there are many high rise buildings I stayed in a lovely hotel room There was a big swimming pool on the roof of the hotel. It was amazing. I went on a boat trip and went on rides at the Simborg. طب أول سؤال زي ما سمعنا. أسامة went to إيه last month؟ هو راح فين الشهر اللي فات؟ قال أنا رحت دبي.
There are many A buildings. في مباني إيه هناك هاي عالية مرتفعة. طيب أسامة went on rides ركب العجل الملاهي يعني at the same park في حديقة الملاهي. أسامة went on a trip هو راح في رحلة بالإيه بالبوت بالقارب boat trip. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. There is a park in my town. يوجد حديقة إيه في مدينتي حديقة ملاهي same park. When you need to travel around the world لما انت محتاج لما تكون محتاج يعني تلف حول العالم تتجول حول العالم you need a ايه بتحتاج ايه معاك وانت رايح في السفر مش هتعرف تخرج اصلا من البلد الا وانت معاك الباسبورت جواز السفر عشان هتلف بيه في دول العالم tourists السائحين usually عادة stay in ايه بيقعدوا فين عادة السائحين مثلا اللي بيجوا يزوروا بلدنا مصر بيقعدوا في فنادق يعني hotels I like going to the club انا بحب اروح النادي and swim in the sea اعوم فين؟ اعوم في swimming pool في حمام السباحة put the words ضع الكلمات in the correct order بالترتيب الصحيح هنرتب الكلمات عشان نكون جمل صحيحة you can it believe يعني هل يمكن ان تصدق ذلك؟ can you believe it Can you believe it? طيب هنا a boat went trip we on ذهبنا في رحلة بالقارب we went on a boat trip ذهبنا في رحلة بالقارب طب you well I are all whole يعني أتمنى أن تكونوا جميعا بخير أو بصحة جيدة يعني يبقى I hope you are all well. Our tickets have to and I find the passports. يعني يجب علي أن أجد تذاكري وجوازات السفر الخاصة بنا. يجب أن ألاقي التذاكر بتاعتنا وجوازات السفر. يبقى I أكتبها هنا ولا خليها هنا عادي أخليها هنا. I have to find our tickets and passports. I have to find our tickets and passports. يعني يجب علي أن أجد تذاكرنا وجوازات السفر الخاصة بنا. سؤال علامات الترقيم دو عمرو اند تامر جو تو سنغافورة هو عمرو وتامر هيروحوا سنغافورة دو اول حرف كابيتال وتامر اول حرف كابيتال عشان اسم شخص وي ويل فلاي تو جابان تومورو احنا هنسافر اليابان غدا وي اول حرف كابيتال وفي الاخر هنحط فول ستوب بنقطة عشان دي جملة خبرية طبعا في الامتحان اكتب الجملة كاملة واحط شرطة تحت اللي انا غيرته اما جابان اسم دولة معمول اول حرف كابيتال بعد كده عندنا lesson 2 الدرس الثاني a special trip رحله مميزه page 175 صفحه 175 نقرا المفردات يسجل وصول للفندق check in check in check in تقليدي traditional traditional t i o n بتدينا الساوند شن traditional traditional رحله نهاريه يعني رحله في النهار day trip day trip day trip مفكرة يومية diary 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 تدوينة في المفكرة اليومية diary entry diary entry diary entry يتجول wonder 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 مصنوعات يدوية handcrafts 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 or أو ممكن أقول crafts 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 أشكال stalls stalls الايه هنا تنطق زي او الايه حرف الايه لو جه وراه ال ال بننطقه زي الاو كده زي tall small ball كده طب اكشاك stalls 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 other words كلمات اخرى منشور او كراسه دعائيه leaflet 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 جوله tour 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 وحل او طين mud 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 استكشاف exploring 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 حضارة أو ثقافة culture culture t u r e تدينا sound culture culture
كاليتشر، مركز تجاري، تريدنج سنتر، تريدنج سنتر، تريدنج سنتر، سجادة، رج، 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 في الطريق، on the way، on the way، on the way، فكرة، idea، 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 وطن، home، 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 قلعة، citadel، 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 المدرج الروماني، the Roman amphitheater، the Roman amphitheater، هنا ال P وال H بنتق F، okay؟ وعندنا ال T وال H هنا بتتنطق زي حرف ال C، ماشي؟ amphitheater، المدرج الروماني، the Roman amphitheater، مقابلة، meeting، 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 gilt skin، 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 فرصة، chance، 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 جهة الوصول، destination، destination، جهة الوصول، destination، منتصف الليل، midnight، G وال H silent، midnight، midnight، مرشد سياحي، tour guide، tour guide، tour guide، أثري، archaeological، 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 فنون وحرف، arts and crafts، arts and crafts، arts and crafts، متحف، museum، 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 الأردن، جاردن، 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 أردني، جاردنيان، 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 البحر الميت، the dead sea، the dead sea، the dead sea، تصريف الأفعال، يصل للفندق، check in، وصل، checked in، check in، checked in، يتوجه إلى، head out، توجه، headed out، head out، headed out، يطفو، float، طفى، floated، float، floated، يتجول في، walk around، walked around، طبعا الألف walk بتبقى silent، walked around، يكتشف، discover، اكتشف، discovered، discover، discovered، يشتري، buy، اشترى، bought، الجي والإتش silent، buy، bought، يقود سيارة، drive، قاد السيارة، drove، drive، drove، يسجل أو يدون، write down، W هنا silent، write down، يسجل أو يدون، سجل، wrote down، wrote down، يعود، go back، عاد، went back، go back، went back، في page 176 صفحة 176 في definitions تعريفات، ده تعريف a diary، مفكرة يومية، عبارة عن is a book، كتاب، in which you write down، انت بتدون فيه things، الأشياء that happen، اللي بتحدث to you each day، اللي بتحصل لك كل يوم، تمام، مفكرة يومية يعني نوتة أو كتاب كده صغير بتكتب فيه اللي بيحصل لك كل يوم، okay؟ طب a diary entry، تدوينة في المفكرة، is a piece of writing in a diary، يعني قطعة من ورقة كده انت كاتب فيها ايه مذكرات بتاعتك. بعد كده عندنا درس الجرامر وهو عن البروبوزيشنز اوف تايم، يعني حروف الجر الخاصة بالوقت، انا بستخدم مع الوقت، لاما اون، لات، لان، طب ازاي كل واحدة فين؟ تعالوا نشوف، طبعا الوقت او الساعة يعني بستخدم ات، بس اون وان بستخدمهم امتى برضو؟ طيب بيقولك بنستخدم حرف الجر اون قبل ايه؟ قبل ايام الاسبوع والمناسبات الخاصة والتواريخ المحددة، يعني اقول I go swimming، انا بذهب للسباحة on Mondays، في ايام الاثنين مع ايام الاسبوع، I am having a party، انا هقيم حفلة on my birthday، في عيد ميلادي، ادي ايام او مناسبات خاصة، I was born، انا ولدت، والتاريخ بقى كامل on جولاي، في شهر يوليو 6، السادس من يوليو 2010 سنة 2010، okay؟ طيب بستخدم حرف الجر at قبل الوقت وبعض العبارات، يعني اقول our flight، رحلتنا الجوية لاندس هتهبط at 8 p.m. الساعة 8 مساء، we play basketball، احنا بنلعب كرة سلة at lunch time، في وقت الغداء، at night، في الليل، at midday، في منتصف الليل، نستخدم حرف الجر in قبل ايه؟ قبل الشهور، قبل فصول السنة، قبل السنوات، وايضا اوقات اليوم، يعني اقول we visit our cousins، بنزور ولاد عمنا in June، في شهر يونيو، I was born in، اتولدت، اسم السنة 2010 سنة 2010،
زي arrived in the morning، بيوصلوا في الصباح مع فترات اليوم أو أوقات اليوم. in the afternoon في فترة بعد الظهر. in the evening في المساء، وهكذا. لاحظ إذا جاء رقم بعد الشهر نستخدم on. الشهر لوحده أقول in October، لكن لو جه رقم بعد الشهر يعني في يوم كذا، في الحالة دي بستخدم on. My birthday is on October 11th، يعني في 11 من أكتوبر. في بيج 178 صفحة 178 في تيب سكريبت في نص استماع بعنوان رحلة إلى عمان. عمان دي عاصمة الأردن. طيب هنا بيقول لك بقى سؤال، how many museums، كم عدد المتاحف can you visit on this trip، اللي ممكن تزورها في الرحلة دي. وبيقول لك هنا desert tours، رحلات الصحراء، trip to Jordan للأردن، أكتوبر في شهر أكتوبر 4 to 8، يعني رحلات الصحراء في الأردن دي هتكون في شهر أكتوبر ما بين يوم 4 to 8. طيب وجايب لك بقى كل يوم بيعملوا ايه بقى من يوم 4 to 8 في التور دي، في الرحلة دي او في الجولة دي. day 1 في اليوم الاول، arrive in Amman، وصلنا عمان عاصمة الأردن، and checked in، وسجلنا وصول to our hotel الفندق بتاعنا، in the middle of the city في منتصف المدينة، enjoy some free time، استمتعنا بوقت الفراغ، بعض من وقت الفراغ، in the city في المدينة، before meeting at the Memphis restaurant، قبل ما نتقابل في مطعم ممفيس، for a traditional Georgian dinner in the evening، قبل ما نتقابل على يعني وجبة أو يعني طعام العشاء التقليدي الأردني، تناولنا يعني وجبة عشاء تقليدية أردنية in the evening في المساء. ده كل ده في اليوم الأول. وصلوا وتعشوا في مطعم منفيس اللي بيقدم أكلات تقليدية أردنية. بعد كده في اليوم الثاني day 2 today we enjoy a tour of Amman، احنا النهاردة بنستمتع بجولة في عمان. Visit the famous Amman Citadel، منزور قلعة عمان المشهورة. Before exploring، قبل ما نستكشف the Roman amphitheater، قبل ما نستكشف المدرج الروماني. And the archaeological museum، وكمان المتحف الأثري. After late lunch، بعد وقت متأخر من الغداء. In a local restaurant، في مطعم محلي. Spend the afternoon، بنقضي وقت الظهر، فترة بعد الظهر. And evening، والمساء. Walking through، هنتمشى في عمان. The many colorful markets، في كثير من الأسواق بتاعت عمان الملونة زاهية الألوان. طيب في الداي 3 في اليوم الثالث today we head out of the city for a day trip، النهاردة احنا بقى هنخرج للمدينة في جولة كده بالنهار أو رحلة بالنهار to السالت، في لمنطقة اسمها السالت. دي مدينة في الأردن. About an hour away، على بعد حوالي ساعة from Amman، من عمان عاصمة الأردن. In the ancient town، في المدينة القديمة of as salt، زي المدينة ديت. You will find lots of local Jordanian culture، هتلاقي كثير من الثقافة الأردنية المحلية. The markets، الأسواق، are wonderful، رائعة. And there are many traditional، وفي حاجات كتيرة تقليدية. Artists، فنون، and crafts، وفنون حرفية. To buy، يعني في حاجات ممكن نشتريها من الفنون والحرف، يعني صناعات حرفية نشتري منتجاتها. To buy، بتباع، وإحنا ممكن نشتريها، يعني ممكن نشتريها. طب we will visit the Abu Jaber Museum، ممكن نزور متحف أبو جابر. And discover، ونستكشف the history، التاريخ of as salt، زي مدينة سالت كده. And Jordan's important trading center، وكمان ممكن نستكشف بقى إيه مركز التجاري اللي موجود، المهم اللي موجود في الأردن، نروحه يعني. day 4 في اليوم الرابع، no visit to Jordan is complete، الرحلة مش هتكتمل للأردن، والزيارة مش هتكتمل without a trip، من غير رحلة to the dead sea، للبحر الميت. there is so much salt، مو بحر ميت، عشان خاطر فيه نسبة عالية أو من الملح، ممكن سمك كتير ما يقدرش يعيش هناك، تقريبا ما فيش أسماك بتعيش يعني من شدة الملح اللي فيه. in this sea، في البحر دوت، that you are able to float، ومن شدة الملح انت ممكن تطفو on the water، على سطح المياه. you can also enjoy the dead sea mud، ممكن تستمتع بالطمي بتاع البحر الميت، which is very good for your skin، اللي هو مفيد جدا لجلدك.
في day 5 في اليوم الخامس after enjoying a relaxed breakfast بعد ما استمتعنا بإفطار مثير للاسترخاء we leave at 11 AM يعني بنغادر بقى الساعة 11 صباحا to drive 3 hours عشان نخوض السيارة لمدة 3 ساعات باك راجعين to أمان لعمان we will stop on the way هنتوقف في الطريق for lunch للغداء before arriving قبل ما نوصل at the airport للمطار at 5 PM الساعة 5 مساء ونرجع بقى بلدنا خلصنا رحلتنا إلى عمان في الأردن. في بيج 179-179 هنحط true or false صح أم خطأ. On the first day في اليوم الأول you can see ممكن تشوف the Roman amphitheater ممكن تشوف المدرج الروماني. لا هم في اليوم الأول ما شافوش المدرج الروماني, هم كانوا راحوا عاصمة الأردن بس ما راحوش المدرج اليوماني دوت من أول يوم, هم راحوا في اليوم الثاني فكده هيبقى false خطأ. You visit a salt انت زرت مدينة السالت ديت before you visit the sea قبل ما يزوروا البحر الميت زاروا مدينة السالت دي صح الكلام ده صحيح. The Abu Jaber Museum متحف أبو جابر is in Jordan's capital city في العاصمة بتاعة الأردن, لا هو في السالت يبقى فولس خطأ مدينة السالت. The markets الأسواق in S Salt sell traditional artists and crafts الأسواق اللي هناك في المدينة دي بيبيع منتجات تقليدية وحرفية وكده true الكلام ده صح. The Dead Sea البحر الميت mud الطمي بتاعه is bad for your skin مضر بجلدك, لا ده مفيد ده useful تمام ده good for your skin. طيب يبقى هنقول هنا F false خطأ. You arrive at the airport on day 5 at 5 AM انت هتوصل المطار في خامس يوم الساعة 5 صباحا, لا false هتوصل 5 مساء PM مش AM يبقى الكلام ده false. بعد كده عندنا هنا تدوينة نهلة كتباها بتوصف يوم هي راحته في مكان معين, تعالوا نشوف راحت فين. بتقول dear diary يعني مدونتي العزيزة today اليوم هي بتكتب مذكراتها يعني was the best day even ده النهاردة كان أفضل يوم على الإطلاق. I love anything to do with history يعني بحب أعمل أي حاجة فيها تاريخ يعني I always go to the museum أنا دايما بذهب للمتحف at home في وطني. So today عشان كده was a special day النهاردة كان يوم مميز for me بالنسبة لي. The bus ride يعني جولة الأوتوبيس wasn't too bad ما كانش سيئة جدا. It only took استغرقت بس an hour حوالي ساعة يعني to reach عشان نوصل our destination لوجهة وصولنا. I listened to music استمعت الموسيقى on the way في الطريق and the time went quiet والوقت عدى إلى حد ما quickly بسرعة. When we arrived لما وصلنا we had the chance كان عندنا فرصة to wander through ان احنا نتجول خلال the streets الشوارع and several people والناس يعني ناس عديدة bought traditional Jordanian handcrafts في ناس كتيرة اشترت يعني حرف مصنوعات يدوية أردنية تقليدية from the stores من الأكشاك. I bought a lovely colorful rug انا اشتريت سجادة ملونة جميلة. صالح our tour guide ده المرشد السياحي بتاعنا was very kind كان عطوف قوي and took it to the bus وخد مني السجادة بدل ما اقعد الف بيها قال لي تعالي نحطها في الاتوبيس حطيناها في الاتوبيس for me عشاني so that عشان كده I didn't have to ما كنتش مضطرة carry it ان انا اشيلها around واتجول بيها. انا اشتريت سجادة قال لي المرشد السياحي قال لي نحطها في العربية عشان ما تقعدش تلف بيها تبقى تقيل عليكي يعني. That was lucky because I spent hours in the museum ودي كانت حاجة أنا محظوظة فيها لأن أنا قضيت ساعات كتيرة بلف في المتحف فما كنتش هقدر ألف بالسجادة اللي أنا اشتريتها يعني. طب هنا بقى هنكمل بحروف الجر at وon وin. Dad is a baker بابا خباز. He works هو بيعمل the mornings كل يعني بيعمل في الصباح دايما بيشتغل الصبح يبقى in the mornings مع فترات اليوم أو أوقات اليوم ممكن أستخدم in حرف الجر in قبله في الصباح في المساء كده. We go to the club احنا بنذهب للنادي Saturdays في أيام السبت مع أيام الأسبوع أحط قبلهم حرف الجر on بمعنى فيه. Does our next class start هل الفصل أو هل الحصة بتاعتنا اللي جاية start هتبدأ 2 PM في الساعة 2 مساء؟ طيب مع الساعة بقول حرف الجر at بمعنى فيه.
جراندما جدتي واز بورن وولدت في سنة 1962، اتولدت سنة 1962. مع السنوات بحط حرف الجر ايه قبلها ان، بمعنى في السنة دي. ريمز بيرثدي، عيد ميلاد ريم از ايه؟ ديسمبر 4. عيد ميلاد ريم في يوم محدد بقى اهو، في 4 من ديسمبر. طالما لو ديسمبر لوحدها كنت قلت ان في ديسمبر، لكن طالما ديسمبر وفي يوم معاها يبقى ايه، احط حرف الجر اون قبلهم بمعنى في يوم الرابع من ديسمبر. في بيج 180 صفحة 180 هنكمل بردك بالفقرة باستخدام بردك حروف الجر ات وان وان. طيب هنا on Monday في يوم الاثنين we arrived، احنا وصلنا امان عمان. The flight الرحلة الجوية landed هبطت at 4 o'clock الساعة 4. In the afternoon في فترة بعد الظهر. It was about 26 degrees كانت درجة الحرارة 26. And I was surprised وانا كنت متفاجأة that it was so warm من الجو كان دافي قوي. In October في شهر اكتوبر. We went to our hotel رحنا الفندق بتاعنا and checked in وسجلنا دخولي. Our room الغرفة بتاعتي was very comfortable كانت مريحة جدا. Later that evening في بعد كده في المساء دوت we had dinner تناولنا العشاء at the Memphis restaurant في مطعم رمس ممفيس. In the city center في وسط المدينة. Amman is a really busy city عمان حقا مدينة مزدحمة. في الليل at night we walked احنا جوجد around تجولنا the markets في الاسواق and bought واشترينا some traditional handcrafts بعض المنتجات الحرف اليدوية. We went back to our hotel عدنا للفندق بتاعنا about midnight at about midnight حوالي في منتصف الليل. فاحنا هنا مع midnight هنستخدم حرف الجر at. بعد كده هنا عندنا بيقول لك match the times with the speakers and activities. طب هنوصل الأوقات مع المتحدثين وأنشطتهم. طب الولد الأول بيقول هاي أيمن، أهلا يا أيمن. Do you want to play basketball؟ تحب تلعب كرة سلة after school بعد المدرسة on Thursday يوم الخميس. فقال له on Thursday يوم الخميس. I am sorry آسف. I can't مش هقدر. I go swimming on Thursdays أنا بروح للسباحة في يوم كل يوم خميس يعني. طب البنت بتقول لأميرة هلو أميرة، أهلا يا أميرة. Shall we go shopping؟ هل يمكننا أن نذهب للتسوق on the weekend في عطلة نهاية الأسبوع؟ فقالت yes please أيوة من فضلك. That sounds good يبدو ذلك أي جيدا. دول بيعملوا أنشطة يعني في الأيام إيه مختلفة. طب الأب بيقول فريد يا فريد remember تذكر you have a dentist's appointment أنت عندك ميعاد مع الطبيب الأسنان this afternoon النهاردة بعد الظهر. قال له oh yes نعم it's at 5 o'clock الساعة 5 isn't it أليس كذلك. فبابا قال له yes that's right أيوة صح. ففريد قال okay thanks dad شكرا يا بابا. الأم بتقول لتاليا يا تاليا our flight الرحلة بتاعتنا الجوية leaves هتغادر at 11 a.m. الساعة 11 صباحا. فقالت له okay mom حسنا يا أمي I'll be ready أنا سوف أكون جاهزة. شريف بيقول لمامته مام يا ماما remember I am playing football with Rami in the morning تذكر ان انا هلعب كرة قدم مع رامي الصبح في فترة الصبح يعني in the morning في الصباح. فقالت oh yes نعم that's fine شريف ده حاجة كويسة يا شريف. فقال بعد كده قالت له thanks for reminding me شكرا انت ذكرتني. سارة بتكلم مامتها بتقول لها مام يا ماما when are we visiting grandma and grandpa واحنا هنزور تيتا وجدو امتى هنزور جدتنا وجدنا امتى. فقالت we are going in July هنروح في شهر يوليو يا سارة not long now مش بعد فترة طويلة من دلوقتي واضح ان جدتهم وجدهم ساكنين في مكان بعيد شوية. فقالت لها هنروح في شهر ايه July. في الصفحة اللي قدامي بيقول لك ايمن يوم الخميس هيروح لايه لحمام السباحة. طب اميرة أميرة on the weekend في عطلة نهاية الأسبوع أميرة في عطلة نهاية الأسبوع قالت إنها هتروح إيه الشوبينج مول مركز التسوق. طيب فريد الساعة 5 at 5 a.m. at 5 p.m. الساعة 5 مساء. فريد قال إن هو هيروح عند طبيب الأسنان to the dentist. طيب تاليا تاليا قالت انها الساعة 11 at 11 a.m. الساعة 11 هتروح المطار الايربورت. شريف قال ان هو in the morning في الصباح هيقابل صديقه عشان يلعبوا مع بعض كرة قدم
ماشي اهو تمام. طيب سارة قالت ان في شهر جولاي شهر يوليو هيروحوا يزوروا بقى ايه جدهم وستهم، تمام كده. يبقى هيروحوا فين؟ اهو عند تيتا وجده بقى، هتروح مع مامتها عند ايه جدها وايه وجدتها. اخر حاجه معانا النهارده التدريب اللي في بيج 182 صفحه 182. اول سؤال listen and circle the correct answer، استمع واختار الاجابه الصحيحه. نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الاسئله. Tourists visit many places in Egypt every year. They always want to check in to a comfortable hotel. They try traditional Egyptian food. They visit the Egyptian museum. They also visit the old part of Cairo. They like to go to Luxor and Aswan in winter. طيب هنا بيقول لك مين visit many places in Egypt every year، مين اللي بيزور اماكن كتيرة في مصر كل سنة؟ طبعا دول التورستس السائحين زي ما سمعنا في الفقرة. طيب تورستس السائحين always want to check in، عايزين دايما يسجلوا دخول هوتيل في فندق مريح comfortable hotel. تورستس السائحين try traditional A food، بيجربوا الطعام المصري التقليدي Egyptian food. Tourists السائحين like to go to Luxor Inn، بيحبوا يروحوا الأقصر في ايه؟ في فصل الوينتر الشتاء عشان الجو هناك أكثر دفئا. طب هنكمل باستخدام to جدا وبتيجي بمعنى أيضا ساعات برضو، هنشوف هتيجي بمعنى ايه. Special مميز، History تاريخ، trip يعني رحلة قصيرة، و colorful زاهي الألوان أو ملون. طيب yesterday بالأمس I went on a school trip، أنا ذهبت في رحلة مدرسية. I went to the Egyptian Museum، ذهبت للمتحف المصري. I love learning about، أنا بحب أتعلم عن الإيه؟ الهيستوري التاريخ. Yesterday بالأمس was a day، كان يوم special مميز. I went by bus، ذهبت بالأتوبيس. The bus ride wasn't a bad، يعني الرحلة بالأتوبيس ما كانتش إيه سيئة جدا. Too bad هنا بمعنى إيه جدا يعني. It was a good، كانت good trip، كانت رحلة قصيرة جيدة. It was a great day، وكان يوم رائع. سؤال الترتيب visit you would like to what، يعني ماذا تحب أن تزور؟ What would you like to visit؟ Stop for lunch we on the way will، سوف نتوقف لتناول وجبة الغداء في الطريق. We will stop for lunch on the way. Salt is the Dead Sea there in so much، يعني يوجد الكثير من الملح في البحر الميت. There is so much salt in the Dead Sea. طيب بعد كده football علي Mondays on Blaze، يعني علي بيلعب كرة قدم في أيام الاثنين، يبقى علي plays football on Mondays. Ali plays football on Mondays. Ali بيلعب كرة قدم في أيام الاثنين. Page 183 صفحة 183 في سؤال الكوريكت، سؤال التصحيح. We had science lessons in Thursdays، احنا عندنا حصص العلوم بتاعتنا في أيام الخميس. طب مع ايام الاسبوع استخدم حرف الجر on. Our flight رحله طيراننا to London للندن landed هبطت 9 o'clock في الساعه 9، مع الساعه اقول حرف الجر at 9 o'clock. My father بابايا went to the hospital، ذهب للمستشفى for midnight، يعني عايز اقول في نص الليل، اسمها at midnight. We have a party، احنا عندنا حفله in August 15th، في 15 او ال 15 من اغسطس. قلنا لما يكون الشهر معاه يوم يبقى احط قبليه حرف الجر on. طيب we play basketball، بنلعب كره سله on lunch time، في وقت الغداء at lunch time.
they arrived هم وصلوا at the morning عايز اقول في الصباح اسمها in the morning مع اوقات وفترات اليوم بستخدم in in the morning in the afternoon in the evening وهكذا بس في الليل اسمها at night okay علامات الترقيم I spent hours in the park انا قضيت ساعات في الحديقة العامة I او الحرف capital واكتب الجملة كاملة وفي الاخر احط full stop نقطة How many museums كم عدد المتاحف can you visit اللي ممكن تزورها on this trip في الرحلة دي How او الحرف capital واكتب الجملة كاملة وفي الاخر احط question mark علامة استفهام عشان ده سؤال Write a text اكتب فقرة انشائية of 30 words من حوالي 30 كلمة عن what you do at different times ماذا تفعل في الأوقات المختلفة بتعمل ايه في الأوقات المختلفة وهنا بيقولك go swimming يعني يذهب للسباحة وهنا enjoy my day استمتع بيومي ممكن هنا بقى نقول ايه اذهب للسباحة وبستمتع بيومي طيب الباراجرافات بتاعت الوحدة دي موجودين في بيج 201 صفحة 201 تعالوا نقرأ من هناك طيب بتعمل ايه في الأوقات المختلفة answers days في كل يوم خميس يعني I can do many things ممكن أعمل أشياء كتيرة at different times في أوقات مختلفة I go swimming بذهب للسباحة at 7 a.m. في السابعة صباحا a.m. صباحا و b.m. مساء okay طيب I always أنا دايما take my swimming shorts باخد شورت السباحة بتاعي أو المايو يعني I go to the park بذهب للحديقة العامة at 12 a.m. الساعة 12 صباحا then بعد كده I go to the museum بذهب للمتحف at 2 o'clock الساعة 2 I enjoy my day بستمتع بيومي خلصنا سيشن النهاردة تمنياتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته